الذي نحتفل به بنهاية الموسم الصيفي، وخاصة بكتابات وشعريات بنات وأولاد أصيل أطفال، ومن سماعي لكل هذه القراءات الجميلة حقيقة وهذه النصوص، وهذه ستكون لي نسبة لرصد الأدب المنجزات وبالأخلاق والكلام أيضا المليئة بالرقى الشاعرية، سيشارك في هذه الوصفات سبعة مهنة من ووسائل كذلك الأعمال الإبداعية على الجداليات. قلت في نفسي أكبر هدية نهديها لجلالة الملك محمد السادس نصره الله هو ثمار هؤلاء الأطفال الذين أسقطتهم شجرة موسم أصيل الثقافي الذي زاره جلالة الملك وهو ولي العهد عام 1978 وعمره 15 سنة. المعرض اللي هنا الآن في جوج ديال الصور ديال سيدنا عمره 15 سنة كيزور أول مشغل للحفر في المغرب. حيث يوجد العالم الساحر الذي ينبض بالألوان والإبداع، حيث يتمكن الصغار والكبار من التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم من خلال الألوان والأشكال، حيث يخلق الأطفال بيئة مليئة بالإبداع والحرية، إضافة إلى تمكنهم من إخراج عالمهم الخيالي بطريقة فنية ومبتكرة، يمكنهم رسم العالم كما يرونه في عيونهم البريئة والمليئة بالأمل والبهجة. البحار والمناطق الطبيعية خلابة للتمتع بجمالها. في فصل الربيع تشرق الدنيا وتتزين الطبيعة، وفيه تبتسم السماء وتشرق الشمس خجولة مسترسلة تبحث عن زهور متفتحة لتستقر أشعتها عليها بعد طول غياب. عندي 15 عام. المهم انا ملي كنت عندي 10 سنين وانا كنجي لهذا المشغل، يعني انا مشغل ديال الكتابه ولا المشغل ديال الرسم، وكل عام كتاح لي الفرصه باش انني نشارك في المشغل ديال الرسم كما كتاح لي انني نشارك في المشغل ديال الكتابه. يعني بصفه عامه انا كيعجبني يعني المشغل ديال الكتابه، يعني لا من ناحيه المؤطرين ولا من ناحيه ديال داكشي اللي كنبدعوا وداكشي اللي كنكتبوا. واليوم كانت عندنا واحد الندوه اللي من خلال ديالها قدمنا الكتابات ديالنا خلال هذه الورشه، هذه يعني الفتره الصيفيه ديال موسم اصيله 45. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم وشكرا. الحفل النهائي لمهرجان اصيل الثقافي الدوره 45، انا جد سعيد بكوني اول مشاركه عندي هذا العام ان شاء الله، وكنتمنى ان هاد الانشطه تعاود وتكرر كل عام ان شاء الله، ولما ما تكونش دوليه وتعرض على الصعيد الدولي ايضا. ساهمت بقصيده بعنوان مدينه التي تتكلم عن مدينتنا اللي هي مدينه اصيله، وانا جيت سعيد بالحضور ديالي في الحفل. شاركت مع الأستاذ مصطفى بعليش في الشعر ديالي اللي عملته على أسئلة مدينة أصيلة في موسم الثقافي الدولي 45. أنا جد فخورة بهذا الشيء اللي كنعملو، وكنشكر الأساتذة ديالي اللي عاونونا في هذا الشيء، يعني اللي عاونونا واللي كيعطونا نصائح وعلاش يعني نتكلموا وعلى المجهودات ديالهم، وكنشكر حتى سيد بن عيسى وشكرا. انا طفله من اطفال المشغل التعبير الادبي وكتابه الطفل، كنشاركوا كل صيف او كل دوره خريفيه في هذا المشغل، اما كندوروا في ازقه المدينه القديمه وكنستجوبوا مجموعه ديال الفنانين داخل المغرب وخارجه، او لا كنكتبوا مجموعه من القصائد والنصوص الشعريه في مكتبه تبندر بنص
أمير بندر بن سلطان. وأنا جيت سعيدة في المشاركة في هذا المشغل حيت كيمكنني من التعرف على بزاف ديال المعارف والمعلومات اللي ما كنتش عارفاهم. وكنشكر من هذا المنبر جميع المؤطرين والأساتذة اللي ساهموا في مشغل التعبير الأدبي لكتابة الطفل، وشاركت القصيدة الشعرية ديالي على تعاقب الفصول. لا تعاقب الفصول فما كيفاش كيدوس مدينه اصيله. وشاركت حتى في رسم ديال لوحات، بالحق ما شاركتش بصفه كبيره بزاف، غير بجزء اسب جيت في النهايه ديال المشاركه ديالي. كنبغي نشكر المؤطرين وجيت سعيده بزاف حسب الحضور ديالي في هذا الحفل، وشرف لي انا نقابل السيد بن عيسى، وكنشكر المؤطرين كاملين. اختتمنا الدوره الصيفيه لموسم اصيله الثقافي الدولي 45، وهذه الدورة خصت بمجملها للفنون التشكيلية، حيث نظمت في بداية الموسم في شغال الجداريات، وعرفت مشاركة أزيد من 14 فنانا وفنانة علاوة على الأطفال الذين شاركوا بجدارياتهم، وكذلك مشاغل الفنون التي كانت في مجال الحفر والطباعة الحجرية والصباغة وكذلك مرسم الأطفال. وتم بمناسبة هذه الدورة كذلك تنظيم 4 معارض، معرضين بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية وهو معرض 45 سنة من الحفر، وكذلك معرض الفنانين مليكة إكسناي وأكيم مينوغوشي حول فن الحفر. كذلك في رواق قصر الثقافة نظم معرضين، معرض حول فن الحفر الحديث ومعرض للفنان المغربي عبد القادر المليحي. وكذلك في هذه الدورة عرفت تنظيم 3 ندوات، منها ندوة تكريمية للفنانين مليكة إكسناي وأكيم مينوغوشي، وندوة حول سوق الفن وكذلك الفن المعاصر وخطاب الأزمة. وتم تنظيم 3 محاضرات اشتغلت حول فن الحفر، فن الطباعة بالمغرب، والنقوش الأثرية. ونختتم اليوم، اختتمنا هذا الحفل بتتويج المشاركين في مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل الذين أتحفونا بقراءة شعرية رائعة وجميلة مستوحاة من مدينة أصيلة مجدارياتها من شعراء مرموقين من العالم العربي.